طيب القصة بقى اللي دمها تقيل اللي هي اللي هي بتاعت 2016 ولما ظهرت تمام. ضايقتك؟ فرحت في الأول، وواحد فرحان أو شاب فرحان بدون دراية، بدون فهم، بدون وعي. فحد من المعجبين اتصور، كنت المفروض عندي ايفنت في مكان برايفت، ما انا مش فاهم عادي، انا شاب وبيروح في مكان اما عنده ايفنت وهياخد فيه فلوس فما عنديش مشكلة. فمن المعجبين ما اعرفش ان هو عشان انا مشهور، وما اعرفش ان حجم الشهرة كان عالي كده ساعتها. فاتصورت مع حد كانت عايزة تصور معايا، فكانت لابسة دريس مفتوح، فمش مشكلتي واحد عايز يتصور. بس المفروض الغلط مني ان انا كنت ارفض ده، او لو كان فيه يبقى حاجه محدش يشوفها، فما ما كانش قصدي ان هي تتنشر. فحد من اللي موجودين معايا قام جاي مصورني ومشيرها. الله اعلم هو كان قصده ايه، هل كان قصده فعلا يساعدني ولا هو نيته ان هو يوقعني، ما كنتش عارف. هي وانتشرت الصورة والبوست وانتشرت، بتاع ان ده يا جماعة هو ده بتاع مش بيدور عارفه على الشهرة ده مش عارفه ايه، وبارات وحاجات كده، ايه طب بيجيب فلوس البار منين، وبيكسب الفلوس عشان يروح يسهر في البار. فحاجات كده كانت سخيفه. وقابلت الردود دي في الشارع، يعني ضايقتني جدا. سبت كل ده واخدت بعضي ومشيت على اسكندريه. الموضوع كان صعب معايا في اسكندريه بس حاولت اشتغل عليه. قابلتني مواقف كتير حلوه، بس كان في مواقف رخمه هناك بتضايقني. بس الحمد لله الناس كتير سبورت جدا ويدعموني بالابتسامه، الحمد لله. لو بنتك أو زوجتك طلبوا إن هم يشتغلوا هيك في الإسكندرية؟ لا طبعا، راجل صعيدي على فكره، ما عندناش الكلام خالص، يعني مش جهل مني، صغير عليها. انا بحبها، بحب مراتي، بحب بنتي، فاكيد انا مش راضي عن نفسي بده. بس اللي لقيته متاح مش هقعد، فاهم قصدي؟ فمش ان هي تروح تشتغل، يعني لا، انا اغير على مراتي، اغير، مش جهل، ولا انا جاهل، ولا انا حد معقد عشان بس ايه يقول لك لا يا عم ده متخلف بتاع. لا مش قصدي والله خالص، انا احبها تبقى مثقفه لنفسها، احبها تبقى تشتغل لبيتها، تبسطني، تبسط نفسها في البيت بس.